بص يا شعبان، انا عايزك تطلع كل الرجال اللي عندينا يدور عليه في كل مطرح، ما يس مكان في ارض النوبه ما يتفتش. سميح ده يجي لي هنا دلوقتي قبل عيال الدار ما يوصلوا له. هيجي لك سميح يا ابوي تحت رجليك ان شاء الله. ايه اللي انت بتقوله ده يا حسن؟ حازم اخويا عمره ما شرب سيجاره، شد كوكايين؟ للاسف دي الحقيقه، اكيد مش هكدب عليك في حاجه زي كده. أميره 8 لما راحوا العربية لقوه مغمى عليهم، ولو عايز بيحاول يفوقه، ولقوه جنبه دي كمان. الله أعلم بقى لو كان خدها كان حصل له إيه؟ كان هيموت، أكيد كان هيموت. طيب إهدى بس وأنا هحاول أتصرف. أنا بفكر آخد حازم معايا الدار. يعمل إيه؟ الشيخ سلام الله يرحمه كان عالج شباب كتير أوي من نفس الموضوع، وإحنا خدنا عنه الطريقة ديت، وهو كمان وهو بيتعالج يبقى اسمه شاف الدار زي ما كل العيلة عملت. يا ريت يا حسن، يا ريت. انا مش هبقى مطمن عليه غير وهو معاكم. طيب تحب تتكلم انت معاه ولا تسيب لنا الموضوع دوت؟ لا لا لا، اعتبر موضوع السفر ده منتهي خالص. هيسافر برضاه او غصب عنه، انما بقى بالنسبه للي مشاه في السكه دي فانا هجيبه بطريقتي وساعتها هفرمه. ده مش وقته، نطمن عليه الاول وبعدين نشوف موضوع الحساب، على الاقل نضمن ان هو ما يكذبش علينا. وهو معايا هناك انا هتكلم معاه، لو عرفت اي معلومه هبلغ بيها على طول. هقوم انا اجهز شنطتي عشان حاجه السفر. ماشي؟ مش هوصيك يا حسن، ده اخوك. توصيني عليا صالح، حسن ده اخويا ما تقلقش. تعالى لي دلوقتي حالا. الو، لو سمحت الرقم ده اتصل بيا كتير وانا كنت عايز اعرف مين معايا. انت قديم قوي يا حضره الضابط، اتروك ولا رجع باسمك وبالكامل كمان. ايه ده فعلا؟ ده انا مشهور قوي بقى على كده. اه جدا. عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. انت عامله ايه؟ العادي يعني. تمام. اشوفك امتى؟ ايه مستعجل على الجاكيت بتاعك؟ انت مأجره ولا ايه؟ اه واخده من على المكواجي اللي على الناصي عندنا. اشوفك امتى؟ افكر. يبقى اتفقنا، اشوفك النهارده بالليل. هو ايه اللي اتفقنا؟ بقول لك افكر. اوكي تمام، انا مش معترض، فكري براحتك وانا اشوفك النهارده بالليل برضو. ايه الثقه دي؟ والله ما حلت غيرها. انت ازاي ما تقوليش على اللي حصل امبارح يا عز؟ انت قصدك على ايه؟ قصدي على ايه؟ على حازم. انت عرفت؟ ها؟ اه. بص يعني انا ما كنتش ناوي اقول لك، ولا كنت هقول لك يعني، لان انا ما كنتش عاوز الموضوع يكبر. وانت شايف بقى عز بدماغك دي ان اخويا الصغير لما يشد كوكايين ده شيء عادي ما يتقليش؟ بص هو مش شيء عادي، بس انا كنت عاوز احل الموضوع بهدوء. حازم ده اخويا الصغير، يعني لما يغلط لازم اداري عليه، مش همشي افضحه. وبعدين يعني لو تاخد برايي يعني، معلش افتكر ان انت كمان المفروض تتعامل مع الموضوع بالطريقه دي. امشي عز، امشي. نصيحة مني يا عبد الحميد، ما تنفخش في قربة مخرومة عشان نفسك ما يتقطعش على الفاضي. ومين قال لك بقى انها مخرومة؟ انت كنتش فاكرني عيل ولا ايه؟ انا اللي راجع بطلب بيه بعد السفر ده كله، دي حاجة ما تزعلش. ولا انت يعني يرضيك ان مجهود السنين اللي فاتت دي كلها في الغربة يضيع عشان كام مليون جنيه؟ طب ما انا قلت لك اسلفهم لك تفك بيهم ضيقتك وبعدين تبقى ترجعهم لي براحتك. اه ده على اساس ان انا جاي اشحت منكم. لا يا استاذ، ده حقي وانت عارف كده كويس. زي ما انت عارف ان العطارين ما بيورثوش. يا عبد الحميد، نصيبك في السنين اللي فاتت دي كلها بيتصرف على ابنك، واللي بيفيد منه بيتحطله في حسابه في البنك وبزياده كمان. الله، اديكوا هتدوني حقي بالتقسيط اهو. مش لما يكون حقك اصلا. وانا هقولك انت صح، ده خلي القانون بقى هو اللي يحكم اذا كان ده حقي ولا لا. جرى ايه يا عبد الحميد؟
هو احنا اللي هنعيد ونزيد وفي ايه؟ ما قلت لك قبل كده اللي تقدر تعمله اعمله. ومين قال لك ان انا ما سمعتش كلامك؟ قريب قوي يا سليم هتسمع اخبار حلوه بس مش ليك ليا. خير يا حاج عبد القادر. انا اللي حجيت اسالك خير يا وفيق. انت ايه نسيت ان البلد فيها عمده ولا ايه؟ عمده؟ لا ما نسيتش. ليه خير بتسال ليه؟ يا بلغني انك بتجمع الناس وبتحل مشاكلهم وفتحت بيتك دوار. وهو الخير ما اطلعش غير من دوار العمده؟ قصدك ايه يا وفيق؟ الناس اللي بعضيها يا عمده عيلتين وفينهم شر وحليتها خلاص عشان اخد ثواب. اعمل ثواب زي ما انت عاوز يا حاج وفيق، بس ما فيش مشاكل في البلد بتتحل غير في دوار العمده. انا ما اتعودتش ارد على حريم، والعمده مفروض يعلم اهل بيته اصول الدوار. حريم تصدق ان رقيه؟ عموما يا عمده انا قلت اللي عندي ومحدش يقدر يمنعني ان احل مشاكل اهل البلد واساعدهم. بالاذن يا عمده. ايه اللي انت عملتيه ده رقية؟ اتفقنا تقعدي وتقفلي خشمك خالص. مش شايف يا ابوي كان بيتمسخر عليا كيف؟ انت اللي ابتديتي، زخرتيني وقللتي من مقامي. انا ما قلتش يا ابوي حدا تقلل من مقامك، وعلى العموم سامحني ما اقصدش. وهو كويس ان الرسالة وصلته وعرف ان كل كبيرة وصغيرة بتحصل في البلد بنعرفها. ربنا يستر. هيسترها يا ابوي. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا يا علي. تسمع ستة يا مولانا؟ طبعا يا علي. أنت ما سمعتهاش وهي بتقول عودت عيني على رؤياك وقلب سلم لك أمره. أنا من يوم ما فقدت البصر ربنا أنعم علي بالبصيرة، والحمد لله فزت بشفته. هو احنا ممكن نشوف ربنا يا مولانا؟ طبعا طبعا يا ابني. امال ايه؟ نشوف ربنا في كل وقت، في كل اذان، في كل ميعاد، في كل طلب نطلبه. انت فاكر ست والدتك لما كانت لما يحصل حاجه كويسه وتقابل جارتها تقول لها ايه؟ تقول لها ها مش قلت لك شفتي ربنا؟ وعشان ده يحصل اعمل ايه يا مولانا؟ انت ما تعملش حاجه، انت تستفتي قلبك وتخليك مع قلبك وهو يوديك للشيء الجميل اللي يحبه ربنا. انا بحبك قوي يا مولانا. وانت طيب قوي. انا كمان بحبك قوي. عمي عبد القادر لما شافني قال لي يا شيخ علي، وقال لي كمان لما تحب تهرب ما تهربش من اهلك، اهرب ليهم. وانت قلت له ايه؟ ما ردتش. هو فكرني بهرب من اللي حصل لي، لكن الحقيقة اني بهرب منه هو وكل حاجة بتربطني بالعيلة دي. بس انا برضو مش موافق على كده. ليا رأي تاني. مش قادر يا مولانا، مش قادر. كل ما افتكر اللي حصل لي واللي حصل لابويا واللي حصل قصر يا مولانا، مش قادر اسامحه. سامح نفسك الاول. العفو والسماح، العفو والسماح يا ابني. السماع حلو. قوم هنكمل قرايه منين؟ هنكمل في السيره يا مولانا. ايوه يا رب. انا عز لسه مكلمني وقال لي ان صالح عارف الموضوع اللي حصل امبارح. بجد مش عارف اعمل ايه. طب ما تستهبل يا معلم. يعني اعمل ايه يعني؟ حيره وما تريحوش، ولو اتزنقت قوي وحسيت انك هتلبس قوله ان هي كانت مره تفريح بمناسبه الفرح. المهم ان الموضوع ما يبقاش له علاقه بيا انا وعز. ده لو لسه عايز تشوفنا تاني يا حازم. بقولك ايه، حلها وما تقفرش. خبت عليكي قوي. قولوا لي ان جات لي كار كان زماني مشيت وسبتك من زمان. ما تقدريش طبعا. بليز بلاش الثقه دي، عشان لو قلبت عليك هتكرهني. بنتي هكرهك ليه؟ هو في حاجه بيني وبينك عشان اكرهك؟ انزل يا عز، انزل وما تخلينيش اعملها معاك.
تعمليها معايا؟ لايندي قبل لايندي حبيبي. استنى، انت هتنزل بجد ولا ايه؟ انت هتحيريني معاكي؟ مش انت اللي عاوزاني انزل؟ ده اساسا انا بتكلم جد يعني؟ انت ليه محسس انك مش فاهمني صح؟ عز انا بحبك، بطل استهبالي. انت اتهبلتي؟ تحبيني ايه؟ انت صاحبة اخويا. انا وحازم مش متصاحبين. ايوه بس انت عارفه كويس قوي انه بيحبك. وانا بحبك. انت بتقابليه ليه؟ عشان انت بترضاش تقابلني من غيره. انا جيت لك تحت بيتك فجاه عشان اعرف اشوفك. لا راح، ما ينفعش يبقى في حاجه ما بيننا. اول حاجه انت صغيره قوي عليا، والحاجه الثانيه والاهم ان حازم اخويا بيحبك. ونصيحه مني، لو ما فيش مستقبل بينك وبين حازم سيبيه احسن له، لانه اكتر حاجه ممكن توجع الراجل ان يتاخد كوبري من واحده عشان توصل لحد تاني. وانا مستحيل اسيبك تعملي كده في اخويا. كفايه قوي اللي هو فيه. حازم عمل كتير قوي عشان خاطر يوصلك. عن اذنك. الكلام اللي انا بقوله لك ده في مصلحتك يا حازم. وبعدين حسن ده اخوك مش حد غريب. صالح، مش عشان انا في موقف ضعف تجبرني اعمل حاجه انا مش عايز اعملها. انا عارف ان انت الكبير، بس انا برضه ما بقتش صغير. انا عارف ان انا غلطان، عاقبني، زعقلي، بس ما روحش النوبه. لا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت عارف ان انا غلطان ومش عايز تتعالج؟ مين قال ان انا مش عايز اتعالج؟ بس مفيش هنا دكاتره، مفيش مستشفيات. في دكاتره وفي مستشفيات، بس انت لو اتعالجت هنا كل الناس هتعرف، وانا مش عايز حد يعرف بالموضوع ده خالص. انت الكبير، واسمك ومركزك واسم العيلة، الحاجات الفكسانة كتير اللي بتقعدوا تقولوها دي، صح؟ لا يا حاز، مش عشان اسمي ولا مركزي ولا الحاجات الفكسانة دي كلها. بس تفتكر كده يا حازم، لو أمك عرفت إن ابنها الصغير بيشد كوكايين، تفتكر هيحصل لها إيه؟ هتبقى مبسوط؟ مبسوط لما أمك تطب ساكتة؟ وبعدين يا أخي، الدار دي ضرر زين العطار، يعني ابوك الله يرحمه، يعني مكان مش غريب. وحسن ده اخوك وبيحبك. روح هناك على اساس ان انت رايح تتفسح في النوبه، غير جو. طب لو ما اتبسطتش هناك؟ اوعدك يا حازم، لو ما اتبسطتش هناك انا هتصرف. طب وايه المشكله يعني؟ هو ايه اللي ايه المشكله؟ بقول لك العيله ممكن يحصل فيها مصيبه كبيره، تقولي لي ايه المشكله؟ عيله؟ عيله اللي بتتكلم عنها يا صالح؟ وانا كل ما اقول لك حاجه تقولي العيله العيله، حتى مامتك بتقول نفس الكلمه. بتفوقوا بقى، انتوا مش مع بعض اصلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي تتكلمي معايا بالطريقه دي؟ والله الطريقه اللي انا بتكلم بيها احسن من الطريقه اللي انت بتفكر بيها. انا مش عارف انت ايه اللي مضايقك ان عمك عبد الحميد بيطلب حقه. هو ده حقه ولا مش حقه؟ حقه ايه؟ حقه ما قلناش حاجه، بس مش بالشكل ده. وبعدين لو ده حصل هيفتح عليا باب كبير. زينب العطار، وراها يحيى، وبعد كده علي، ومعرفش ممكن مين يطلع لي تاني. ساعتها مش هيبقى فيه عطارين، هنبقى مجرد اسماء شبه بعض. انت شايف انه ده عدل يعني؟ المساواه في الظلم عدل يا ايه. وبعدين انا مش فاهمك، انت في ايه؟ مالك متحمسه ومهتميه بالموضوع ده قوي كده ليه؟ مع انك دايما بتبقي متجنبه ان انت تتدخلي في شغلي. بس ده مش شغل، دي حقوق، والحق ما يزعلش. المساواة عادل يا صالح، تظلمش حد، اعدل. على فكرة يا فارس، مالكش حق في اللي انت عملته ده، مهما كان ده باباك. ما تقوليلي كمان عمر الدم هيبقى مية وعمر اللحمة هيبقى عظمة والحاجات دي، ولازم انت تحب على يده، عشان انت مش فاهمة حاجة خالص. على فكرة من غير ما اقول لازم تبقى عارف كده كويس. بقول لك يا بنت الناس، عايزة تتنيلي وتعجلي وتخشي دنيا في الليلة الخراب دي، تبقي تسكتي خالص وتكفلي خشمك في الموضوع ده وتعالي نامي، بدل ما تشمتي فيا الناس واولهم عم سليم. يا ابوي اهو جاي على السير اهو. بيكلمني يطمن عليا. اطمن اقول له ايه؟ ما هو ما حصلش حاجة. تضحكي؟ اسكت يا اسكت. حاضر. يا عمي، يعني الواحد يقول الحمد لله. سبع والله ضابع فهد.
وكسف مني. لا يعني فهد تعبان من ليلة فرح امبارح، تقدر تقول كده؟ انت مكلمنا تحبطني ولا يا عمي؟ لا تشجعني شجعني. طب المهم انت عملت ايه يا وحش؟ هطمنك، بتنادي عليك؟ قول لها نعم. نعم يا حبيبي نعم. ماشي سلام. يا سارة كلام كتر علينا قوي، تتجوزت المراية ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لسه بدري يا اختي. بقول لك ايه يما، والله انا ما ناقصه هم، انا ما صدقت طلعت من اللي كنت فيه. ماشي بالك انتي، لولا جبتيلي البركة الشيخ علي ما كنتش هسامحك ابدا. نورت يا شيخ علي يا طيب. ده نورك يا عمتي، كيفك؟ الحمد لله يا حبيبي، ادعيلي بالهداية والنبي. ربنا يهدي. ربي يخليك. طب يا عيش انا همشي، لو احتجتي حاجة بكي كلميني. ما تحرمش منك يا علي، متشكر انك جيت وطلعتني. ما تقوليش كده، ده واجب علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام يا علي. بقول لك ايه، بلاش مخك يوديك الحته غلط يما، علي ده يبقى اخوي وجاي يطلعني من الهم والغم اللي انا عايشه فيه. يا بنت هو انا قلت حاجه ولا هو اللي على راسه بطحه بيحسس عليها؟ يا هبله ويا اخويا داي، ده علي ده فله وابن خالك ومتدين وبتاع ربنا، مش قادره تقنعيه يتجوزك ويربي لك اللي في بطنك ده؟ وسيبك من ده كله، هو مش قلت لك لما تخرجي تاخديني معاكي ورجلي على رجلك؟ ومش ابويا قال لك مالكيش خروج من البيت؟ خرجت روحه من جسمه ما رجعتش تاني ابدا، قولي امين. ايه هو ده؟ وهو ليه كلام عليا؟ هو انت دايما كده تنرفزيني؟ يا ساتر يا رب. الو وعليكم السلام. ايه بجد؟ بيقولوا خالي عبد الحميد داخل علينا. عبد الحميد اخويا؟ يوه انت كمان هتقول لي مين كان واقف معاكي في الفرح ده؟ في يا جماعه ما كانش في حد في الفرح غيري ولا ايه؟ ليه هو في حد سالك غيري السؤال ده قبل كده؟ حد؟ لا انت ممكن تقول 10 20 حبيبي. اجابه السؤال ده بقت مطلب جماهيري خلاص. ياه مطلب جماهيري للدرجه دي؟ اه والله. بقول لك ايه؟ عشان كده بالذات انت لازم تقولي لي الواد ده مين؟ لان اول حاجه ولا شكله مريح ولا لايق عليكي. شكله مش مريح؟ ليه؟ هو انت بتكلمني على كرسي اندري؟ بقول لك ايه؟ تصدق انا غلطانه، انا معطله نفسي وقاعده معاك اصلا. بقى كده؟ بقى كده. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب انا هدخل استنى جوه لحد ما الميتنج يبدا. وبعدين يا عم عز في الحوار ده؟ معلش شفتك الصغير استحملها. عشان نقعد بقى يا عم ونتكلم، كل ما اشوفك تهرب مني كده. اهرب منك ليه؟ يا اخي احنا الاثنين زي بعض، احنا الاثنين ولاد زين المغضوب عليهم. عز، وانت شفت ابوك قبل كده؟ شفته مره او مرتين يعني. بقولك ايه، بعد اذنك ممكن استاذنك اقوم اعمل مكالمه سريعه؟ طبعا طبعا. بعد اذنك. اذنك معاك اخويا. وبعدين بقى سلمى، انا هفضل اكلمك كده كتير وما ترديش؟ عاوزني اقول ايه يعني؟ اوعى تفتكر اني خلاص صافيه لك ونسيت. طب ولزومها ايه بقى اللمة الكدابة اللي احنا فيها دي؟ اللمة الكدابة دي تقدر تقول سامحوا، نسيوا، عملوا نفسهم ناسيين، لكن انا عمري ما هنساها لك. ايه يا حسن؟ ايه اخبار الدار؟ الدار دلوقتي بقت حاجة تانية خالص، يا ريت تيجي مرة تانية كده وتنوريني. اكيد هيجي طبعا ان شاء الله. المكان هناك وحشني قوي اصلا. انا عارفه يا حسن اني ممكن اكون مقصره معاك ومش بكلمك كتير، بس والله العظيم انا فخوره بيك جدا. اظن بقى تفردي وشك تدينا ابتسامتك الحلوه بقى، عشان ملهاش لازمه تكشيره في اجتماع زي ده. حلوه دي. هو صالح اتاخر ليه يا جماعه؟ منورين يا ولاد العطار.
طبعا كلكم عارفين ان الفترة اللي فاتت كانت صعبة علينا كلنا، واجهتنا تحديات كتير، اولهم ان الشركة كانت خلاص قربت تنهار، بس الحمد لله الشركة دلوقتي رجعت لمكانها الطبيعي في السوق، وانا شايف ان النجاح ده ينسب لينا كلنا مش ليا لوحدي. الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي احسن. انا عارفة ومتأكدة برضو ان اخواتك واثقين فيك زي ما انا واثقة فيك. طبعا يا ماما. طبعا يحيى وحسن، ما سمعتش صوتكم، عشان السكوت علامة الرضا ولا عندكم كلام تاني عايزين تقولوه؟ لا خالص، على فكرة احنا كلنا اخوات، بس يمكن عشان انا ما بفهمش في موضوع الاسهم والشركات والحاجات اللي زي كده. انا اخر الدار والمخازن والرجاله اللي معايا هناك، وبتهيألي الحاجات دي ماشيه هناك مظبوطه، صح ولا ايه؟ اكيد يا حسن اكيد، احنا كلنا في كتف بعض، ولا ايه يا يحيى؟ ما تكبروش المواضيع قوي كده يا جماعه وتدوها اكبر من حجمها، وبعدين ملاش مواضيع الظهر والكتف والحاجات دي. انا من الاخر كده مش في كتف حد، انا هنا عشان انا يحيى زين العطار وبس، وانتوا اخواتي، وبعدين انا اصلا ماليش دور معاكم، او من الاخر كده انا شغلي براكم. انما انت صالح لو بتتكلم على اننا اخوات، فاكيد لو احتجتني في اي وقت هتلاقيني. وانا مش عايز منك اكتر من كده يا يحيى، انا مش جاي هنا عشان اوزع ادوار، انا هنا عشان اصفي اللي ما بيننا كاخوات وعيله. تفتكروا ان الفتره اللي جايه دي هتبقى سهله علينا، علشان كده انا عايزكم كلكم تبقوا في ظهري كاخواتي، واهم حاجه عايزكم كلكم تساعدوني في القرارات اللي انا هاخدها بنفسي، مش مجرد ان كل واحد فيكم ليه دور. اتكل على الله صالح، بتهيالي كلنا معاك، محدش فينا مختلف على حاجه. البركة. مين اللي قابلته خارج من عندك ده يا زينب؟ غريب؟ غريب؟ ما غريب الا الشيطان يا اخوي. ده الولا علي اخو عبد الله الله يرحمه، ابن صبري اخوك الله يرحمه، الله يرحمهم كلهم. الواد يا اخوي اتلم على جماعه من اياهم، لحسوا عجله دروش. ياه العيال كبرت، والله الواحد باين انه عجز ولا ايه؟ اللي ما يكبرش يموت يا اخوي، العمر الطويل ليك. لكن قول لي، لو ترجع حقنا بحق الله ولا ايه؟ طبعا طبعا هرجع حقي. والله عارف يا اخوي، الجماعه دول وعرين قوي، اني اللي اسماني اللي عايشه معهم العمر ده كله ما قدرتش عليهم، دول وعرين قوي. تقوم انت يا خواجه يا اللي طول عمرك متغرب وعايش بره، جاي كده بقلب جامد تقول هرجع حقي؟ ايه؟ مين عارف؟ اتمنى، والله اتمنى يدي على كتفك، بس تقول لي ناوي تعمل ايه وانا ساعدك وانفذ لك. طب قربي لي كده بقى وطرطقي ودارك وفهميني كويس. شوفي، شيلي ايدك انت خالص من التنفيذ، كل اللي انا طالبه منك انك تبلغيني اللي بيحصل في الكفر اول باول. ندرج يعني؟ ماشي، سهله، اما نشوف. انا قلت انت زعلتي من كلام امبارح، فقلت اجي اصالحك. ما حصلش حاجه اصلا عشان ازعل، انا بس اتضايقت من اللي حصل في الفرح، اوعي تكوني انت اللي زعلانه مني. انا ما زعلش منك ابدا يا جميل. حبيبتي. طب يلا بقى قولي لي، عرفتوا بعض ازاي؟ تاني يا نادية، هو انت ايه، ما بتزهقيش من الحوار ده؟ ما قلت لك تعرفنا على الفيسبوك. خلاص خلاص ما تزعليش، بلاش. عرفتوا بعض ازاي؟ عرفتوا بعض امتى؟ بعد طلاقي بشوية وبعد موت زكريا اتكلمنا على الفيسبوك، نزلنا اتقابلنا مرة او مرتين، عزمته على الفرح عشان يقابل جيجي، طبعا ما حصلش نصيب. ربنا يستر وما يكونش طمعان فيكي. انت بتقولي ايه؟ لا طبعا، نبيل محترم عمره ما يعمل كده. خير يا علي؟ انت شروق مستنيه تحت في الاوضه. شروق؟ طب معلش يا سلمى، هسيب معاكي زين لحد ما اشوف في ايه. هاتي. بسم الله بسم الله. بالراحه. وانت يا عليا لو زين عيط ابن نديل، اوكي؟
انا زعلانه منك عشان دخلتي وعملتي نفسك مش شايفاني. انا مش هنا اصلا، انتي فين؟ ومرتاحه شويه؟ طيب عينك باين فيها التعب. وهو انا هيجي لي نوم وهو مش موجود؟ وحتى الحزن رقم محتاج للراحه، والراحه محتاجه ان انا اخد حقي من اللي وصل بابا لكده. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ده قدر ربنا. من ساعه ما صالح بقى الكبير وهو فضل يدمر في حياه بابا يوم بعد يوم لحد ما انهار. ما استحملش يشوف كل اللي بناته العمر تحت رحمه واحد مش فاهم اي حاجه في شغلنا. القتل مش لازم يكون بالسلاح يا يحيى، صالح هو اللي قتل بابا وانا لازم اخد حق. ايه حكايه حزم والدار وليه ما قلتليش؟ اسف يا ماما، اسف، ما كانش في فرصه مناسبه ان انا اقول لك فيها. تزعليش مني بقى، وبعدين الموضوع كله ان حازم كان قاعد مع حسن بيتكلموا مع بعض، وحازم حس ان هو محتاج ان هو يغير جو فاقترح ان هو يروح الدار، فحسن شجعه على كده. خليه يروح يا ماما، هيتبسط، خليه يروح. طب ودراسته؟ المشكلة ما يذاكر هناك. صدقيني يا ماما، حازم هيرجع من هناك كويس ان شاء الله. ازيك يا بنت يا شو؟ وحشتيني والله، جيتي في وقتك. ازيك يا حبيبتي؟ خير ان شاء الله. خير ان شاء الله، انا هرسيكي على كل حاجه، بس تشربي الاول. شكرا يا نادي، خير الرايق سابق يا حبيبتي. فاكره الواد تامر؟ قطعه وقطعه سيرته حي وميت. تامر ما ماتش. انتوا عارفين الارض دي ابويا الله يرحمه كان منعنا نبيعوها، والارض دي هي اللي هتعمل لنا قيمه بعد كده وسط الخلق، وهتعمل من بعدنا لعيالنا نجوم بدل ما نكبرها. نبيعها والمين لوفيق المحمدي؟ الحاج خليل الله يرحمه ميت بقاله شهرين يا معتصم، والارض دي مش للشفعه، الارض دي توزعت على رجاله العيله كلها، وكل واحد يتصرف اللي له. اديك قلتها، اتوزعت. مين بقى اللي وزعها؟ ومين اللي خلاكم عندكم ارض اصلا؟ مش ابويا؟ هو كان فيكم حد يحلم يبقى عنده ارض ملك؟ هو يعني كان جابها من عرق وشجاه يا معتصم؟ لا ما جابهاش من عرق وشجاه، بس هو اللي جابها. نقوم نكسر كلامه بعد ما يموت ونبيع الارض لوفيق المحمدي؟ خلاص احنا فيها يا معتصم، اشتري انت وحافظ عليها، لكن احنا بقى عايزين نبيع عشان نستثمر بالفلوس دي. واجيب لكم فلوس منين؟ خلاص، يبقى اللي ما معهوش ما يلزموش. لا، مهما كان احنا عيلة واحدة، ومعتصم للشفعة في البيع والشراء أولى من الغريب. دبر حالك يا معتصم، معاك مسافة جمعة، إن كنت هتشتري خير وبركة، ما كنتش هتشتري هنبيع للغير، حتى الوفيق المحمدي. بالإذن. السلام عليكم. سلامتك يا ندى، انت جرالك حاجة ولا ايه؟ بقول لك ما ماتش، ما ماتش، انا شايفاه بعينيا الاثنين دول. اوعي تكوني بتتكلمي بجد، يا بنت ممكن يكون حد شبهه. ليه يا اختي؟ هو انا تايهة عن تامر؟ امال ليه كل اللي يعرفوه بيقولوا انه مات؟ وانا ايش عرفني بقى؟ وانت مقلقة من ايه يا نادية؟ مقلقة؟ وانا هقلق من ايه؟ انا بس يا اختي مستغربة. مستغربة؟ طب فكك بقى يا حبيبتي من جو الاستغراب بقى اللي انت معيشاني فيه، وسيبيني اقول لك الكلمتين اللي انا جايه اقولهم لك وامشي. فتحي من مده سايق عليا العوق، وانا جايه لك عشان تكلميه وتفهميه احسن ما نخسر بعض. فاهمه يا ناديه؟ معلش على الطريقه اللي جابك بيها شعبان والرجاله. حكم العيال دي مخها تخين وما يعرفوش يوجبوا مع الضيوف. نورت بيت بحر يا سميح.